أعد لكل ذي حق حقه. من أنفق الحرام في الطاعة كان كمن طهر ثوبه بالنجاسة. أظلمت غيرك وظلمت نفسك يا منصور. أظلمت غيرك وظلمت نفسك يا منصور. أظلمت غيرك وظلمت نفسك يا منصور. أتزوج؟ نعم يا عفراء. هذا أمر لم أفكر فيه ولن أفكر فيه. لماذا؟ ولدي سالم. فليكن هو دافعك للزواج. كيف؟ عفراء، إن المرأة مهما قويت لا يمكنها تربية الولد وحدها. هو الآن يحتاج إلى دفء وحنان الأم، ولكن وبعد سنوات قليلة سيحتاج إلى شدة الأب وحكمته. ربما يأتي من يقسو عليه ويضيق من ألوان العذاب ما لا يتحمله، وربما يأتي من يكون له بمثابة الأب. سيضطرون للإنجاب، وساعتها سوف يفرق بين أولاده وبين ولد سالم. لا أظن أن صفوان سيفعل ذلك. من؟ صفوان؟ أجل صفوان أخي، ما رأيك؟ أرجوك يا هدى، أرجوك أن تغلقي هذا الباب. لماذا؟ أشعر أن الرياح ستأتي من خلفه. كيف يا عفراء؟ أرجوك يا هدى، لقد أثرت أن أعيش لولدي، فدعيني ورغبتي. سأترك لك متسعا من الوقت للتفكير. قلت لك لن أفكر. هذا عهد قطعته على نفسي. رفضت؟ أجل. لماذا لم تحاولي معها مرة أخرى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول لك إنها رفضت. رفضت، ما الذي تريده بعد ذلك؟ رفضت لخوفها على ابنها؟ يبدو ذلك.
إنها غير راغبة في الزواج. وكيف تعيش إذن هي وابنها؟ زوجها كان ما لك ومعيشتها؟ لقد أخبرتني هدى بأنها كانت تنوي الحج، ومعنى ذلك أنها تدخر مالا كثيرا. لا يا أبي، عفراء تعاني ضنك العيش إذ لا دخل لها ولا ميراث. وكيف لها أن تحج إذن؟ ما لوجهك قد تغير هكذا؟ اسمع يا ولدي، لسوف أبحث لك عن عروس بك ذات مال ونسب. بإذنكما. إلى أين يا أبي؟ لقد انتهى سبب مجيئي إليكما. لكنك يا أبي لم... أنا لي أن أعود لداري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاء رفضها على هوى أبي. أبلغ الجميع أننا سنتوقف هنا. بأمرك يا شيخ. توقفوا. ولماذا يا عبد الله؟ لأننا وصلنا الميقات. الميقات؟ الميقات هو مكان الإحرام، وما دمنا وصلنا الميقات فلا بد أن نحرم. ألا ترى من الأفضل أن نحرم حين نتوقف للراحة؟ لا يجوز تعدي الميقات لمن كان يريد الحج أو العمرة إلا إذا كان محرم. وهل ميقاتنا هنا؟ نعم. ومن حدد الميقات؟ فقد روى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن إن كان يريد الحج أو العمرة. يهلون؟ الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية بنية النسك. إذن فلنستعد جميعا للإحرام. نعم، وفي الميقات يستحب للحاج أن يأخذ من شعره وأظفاره ما يحتاج لذلك. وهل تحرم النساء أيضا من هنا؟ ها أنا قد أحرمت والحمد لله، وإن شاء الله سوف تحرمنا جميعا. لقد نسيت أن أحضر معي ثوبا أبيض. الإحرام يا أختي ليس له ملابس مخصوصة إلا للرجال، فالرجل يجب أن يرتدي إزارا ورداء أبيضين، أما المرأة فليس لها ألوان معينة أو ملابس تخصها. إذن ارتدي أي شيء. نعم، تستطيعين ارتداء أي شيء على أن يكون ساترا فضفاضا ليس مطرزا أو مليئا بالألوان حتى لا يلفت أنظار الآخرين. ما هذا الذي معك يا أختي؟ هذا طيب؟ الطيب يا أختي من محظورات الإحرام، فالمرأة المحرمة يجب أن تتجنب الطيب والملابس المطيبة. وكذلك يا أختي المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. بارك الله فيك يا فاطمة. أعترف لكن جميعا أنني لم أكن أعلم الكثير، ولكن الأوراق التي أرسلها لي عبد الله أكرمه الله جعلتني أعلم الكثير من هذه المعلومات، فيزداد فخري بهذا الدين العظيم. وفيما يريدني مولانا الوالي؟ يريد أن يستفسر عن أشياء تخصك. أشياء تخصني؟ أجل، مثل ماذا؟ ولي أمرك. إنه أخي مهنة. أين هو؟ لماذا؟ لأن رجلا يريد الزواج بك فطلب يدك من مولانا الوالي.
يطلب يدي من مولانا الوالي. يقول أن ولي أمرك غائب. إنه مسافر للحج وسوف يعود بإذن الله. هكذا. يا إخوان، ليس هكذا يلبس الإزار. أخاف أن يقع الإزار مني أثناء الطواف. سوف أعلمكم طريقة سهلة ومأمونة تغنيك عن هذه الدبابيس والمشابك، ولقد تعلمتها من الشيخ عبد الله. انظروا جميعا. تفضل. امسك يا محمد. انظر. هكذا. هكذا. هذه طريقة سهلة فعلا. نعم. أرنا مرة أخرى. حسنا. انظر. أليس من المحتمل أن يقع الإزار؟ بإذن الله لن يقع. جميل جميل، شيء عظيم والله. هيا هيا بنا لنذهب، فالشيخ عبد الله يحضر لدرس في الإحرام. هيا هيا بنا. هيا هيا. أيعقل هذا؟ لقد أصابتني الدهشة مثلك. إنه رجل غريب الأطوار. صدقيني يا هدى، إن الريبة بدأت تتسلل إلي بعد طلبه هذا. إنه يعلم أن مهنة سيعود مع الحجاج إن شاء الله، فلما الوالي والقاضي ورئيس الشرطة؟ لا أدري. هدى، أما زلت غاضبة مني؟ لو كان الأمر كذلك ما استقبلتك هكذا وما أنصت إليك. صافية القلب دائما أنت يا هدى. الإحرام يا إخواني هو أول ركن من أركان الحج، وواجبات الإحرام ثلاثة. أولا، الإحرام من الميقات، أي المكان الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا في الحديث الذي جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال عليه الصلاة والسلام: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن كان دونهن فيهل من أهله. وأهل مكة يهلون منها، ومعنى يهلون أي يرددون التلبية بنية النسك. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعدي الميقات دون إحرام، هذا أولا. وثانيا، التجرد من لبس المخيط. فالمحرم عليه أن يتجنب لبس المخيط امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. وثالثا، ما زلت أكمل يا توفيق، اصبر اصبر هداك الله. معذرة، تفضل. وينبغي يا إخواني على من أحرم ألا يلمس الطيب، هذا أولا. وثانيا، أما ثالث الواجبات في الإحرام فهو التلبية، وذلك بقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب تكرار التلبية ورفع الصوت بها وتجديدها في كل مناسبة من نزول أو ركوب أو تحرك أو وقوف. هذه هي الواجبات التي لو ترك أحدها لوجب على تاركها دم أو صيام 10 أيام إن عجز عن الدم. فماذا عن السنن؟ سنن الإحرام
هي الاغتسال، والإحرام في رداء وإزار أبيضين نظيفين، ووقوع الإحرام عقب صلاة نافلة أو فريضة، وتقليم الأظافر وقص الشارب وتهذيبه. وماذا عن المحظورات؟ المحظورات يا مهنة تتمثل في تغطية الرأس بأي غطاء كان، ومس الطيب، ولبس المخيط. وهل قتل الصيد من المحظورات؟ نعم، قتل صيد البر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكذلك مقدمات الجماع، والجماع ذاته، وأيضا عقد الزواج أو الخطبة أثناء الإحرام، كلها من المحظورات. وما حكم هذه المحظورات؟ أي ماذا يفعل من ارتكبها؟ المحرم يا أخي إذا مس الطيب أو حلق شعره أو غطى رأسه بغطاء وجبت عليه فدية، صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة، وذلك لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما قتل الصيد فجزاؤه بمثله، وذلك لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلنفترض أن رجلا قتل حمارا وحشيا أو ضبعا، فكيف تكون الفدية إذن؟ الصحابة رضوان الله عليهم حكموا على فاعل هذا ببقرة، وقالوا: الغزال بشاه، والنعامة ببدنة، والحمام بشاه. لكنك ذكرت الجماع من بين المحذورات، بينما الذي أعرفه أن الجماع يفسد الحج. نعم، الجماع يفسد الحج، غير أنه يجب الاستمرار في الحج إلى النهاية، وعلى صاحبه بدنة أي بعير، فإن لم يجد صام 10 أيام، وعليه مع ذلك قضاء الحج في عام آخر. يا إلهي، قضاء الحج؟ نعم، فلقد روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضوان الله عليهم جميعا سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان ويمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. والآن هيا يا إخواني، فليحرم منكم من لم يبدأ بالإحرام. ما معنى التمتع في الإحرام؟ بارك الله فيك يا أخي، لقد ذكرتنا بشيء مهم. يا أخواني، التمتع في الإحرام معناه أن يحرم الرجل بالعمرة ثم يفرغ منها فيحرم بالحج يوم 8 من ذي الحجة من مكانه، ويفعل ما فعله عند الميقات. ولكن يجب أن نعلم أن على المتمتع هديا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج لا يتجاوز بهن أيام العيد و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة. وهل هناك غير التمتع؟ نعم، هناك القران، وهو أن تقرن بين الحج والعمرة في الإحرام معا. وماذا لو أردت أن أحرم للحج فقط؟ جائز لك أن تفعل ذلك، وهذا يسمى الإفراد، فيه يحرم الإنسان للحج فقط. أنا طلبت منك أن تسعى لي في أمر حلال لم يحرمه الله ولم ينه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. المرأة جاءتني شاكية رافضة. ما معنى كلامك هذا؟ معناه واضح يا إسماعيل. جنة المرأة ترفضني أنا؟ هي لم تخبرني برفضها بالزواج منك، ولكن كان رفضها لغياب ولي أمرها. مهنة، أهديته عقدا ثمينا بعد أن وعدني بإتمام الزواج. إسماعيل، لا وقت عند رئيس الشرطة لكل هذه الأمور. وهل اشتكى لك؟ أليس له لسان؟ هو لم يشتكي لي، ولكن الأمر شخصي ولا يدخل في عمل الشرطة. الشرطة في خدمة الشعب، ليس إلى هذا الحد يا إسماعيل. إذن تريدني أن أعود إلى داري لأبقى وحدي فيهجم اللصوص علي؟
اللصوص الذين اقتحموا دارك يرقدون في السجن الآن. هيا يا إسماعيل هيا، عد إلى دارك أو اذهب إلى أي مكان تريده. سأذهب لا أدري إلى أين. أنا ذاهب ولكن لا أعلم إلى أين. آسف لتدخلي يا سيدي، ولكني قرأت في عينيك ما قلته أنا. أنا لا أدري لماذا لا يشعر بالأمان. وعدتي وصدقتي يا عفراء، خذي يا ابنتي. ما هذا؟ ثمن اتفاقنا. بلغني أنك أتقنت أداء الدور. لأني كنت صادقة في رفضي. تفضلي. لست راغبة في مال يجيء ويذهب. ولماذا قبلت اتفاقنا إذن؟ لأني لا أريد خصومة بين أب وابنه. وهذا المال؟ هبه لعروس ولدك. وأنت؟ دعني وشاني. ولكن أرجوك هيا خذ أنت يا سالم. خذ. لا تأخذ منه شيئا يا سالم. محمد، من لبى حتى تغرب الشمس أمسى مغفورا له بإذن الله تعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية سأل الله الجنة واستعاذ به من النار. ردد يا أخي بارك الله فيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك والنعمة لك ولك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. ماذا حدث؟ ضع يدك على جبهتي. يا إلهي، ما حرارته مرتفعة جدا. يجب أن نسكت على هذا. أعرف ذلك، ولكن ولكن ماذا؟ تعلمين ولا ريب أننا ماذا؟ ليس معنا ما يكفي لإحضار الطبيب والعمل الحمد. لا أدري يا ليلى، لا أدري تترك ابننا هكذا؟ وأن منصورا سمحه الله كان قد انتظرنا، لهن قد بعنا الأرض وعدت بنصيبك. إنني غير مصدقة أن منصورا أخي قد فعل ما رأيته لي. ولا أنا أيضا أصدق، لا أصدق أن يفر بالنقود. 100,000 دينار، 100,000، ونحن بحاجة لعشرة دنانير من أجل هذا الطفل المريض. أرجوك يا حمدان، أرجوك تصرف، افعل أي شيء، ابحث عن من يقرضك، ابحث عن من يشتري أثاث دارنا. أرجوك أن ننقذ الولد. من يأتينا في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ اذهب وافتح الباب، لعله طارق بالخير. يا رب. السلام عليكم يا حمدان. ما الذي فعلته بنا أيها اللص الحقير؟ دع يدك عني يا حمدان. لن أدعك حتى ترى مغبة فعلتك. تعال معي، تعال معي، تعال لترى حالنا، حال أختك. هيا أيها اللص، هيا أمامي، أمامي أيها اللص الحقير. دعني يا حمدان. أمامي، دعني، دعني، أمامي. تعال لترى حال ابننا، حال ابننا الذي أسميناه باسمك. قم يا منصور، قم يا ولدي لترى خالك، خالك الذي باع أرض أمك وتركك على هذه الحال، خالك الذي هرب بالمال. كيف لهارب أن يعود يا حمدان؟ ما الذي يحدث يا حمدان؟ أخبرني يا حمدان، كيف لهارب أن يعود؟ أين كنت إذن؟ ولماذا قمت ببيع الأرض؟ ولماذا؟ أرجوك يا حمدان، الولد سيموت، اذهب احضر طبيبا ودع اخي يجلس ليستريح. لماذا لم تحضر طبيبا يا حمدان؟ اخبريه لماذا لم احضر طبيبا؟ فهمت. خذ يا حمدان. صدقة هي؟ ما الحقك؟ أو بالأحرى حق أختي. أهذا كل حقها؟ 100,000 دينار تقبضها وحدك؟ أرجوك يا حمدان،
اذهب واحضر الطبيب، الولد سيضيع منا. أخوك جاء ببعض الدنانير، هذا هو حقك في ميراث أبيك. هلا هل فعلت ذلك مع سعيد؟ حمدان، أم بدأت بنا؟ حمدان، ألا يمكنك تأجيل كل هذا إلى ما بعد إحضار الطبيب؟ تريد الانفراد بأختك، ها؟ تريد الانفراد بأختك كي يلين قلبها، أليس كذلك؟ سأذهب أنا بنفسي. انتظر يا منصور، فأثر السفر واضح على وجهك. هل كنت تنوي الحجة فعلا؟ حمدان، إما أن تذهب لإحضار الطبيب أو أذهب أنا بنفسي. الولد يبدو متعبا جدا. سأذهب، ولكن حذاري، حذاري أن تغادر هذه الدار. حمدان، لقد جئت إلى هنا بمحض إرادتي، فكيف يمكن لي أن أعود إلى الفرار مرة أخرى؟ الفرار، أسمعتي؟ لقد اعترف، الفرار. أرجوك يا حمدان، اذهب واحضر الطبيب، اذهب الآن. سأذهب، سأذهب وسأعود عما قريب بإذن الله، بإذنكما. استرح يا ابن أم، استرح يا منصور. إنني لا تقل شيئا، إنني لم أصدق شيئا مما قيل عنك. عليكم السلام ورحمة الله. أبو حامد، ماذا تفعل هناك؟ لا شيء. كيف لا شيء؟ أنت ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أنت تعرف أن أبي اشترى بيتا في أطراف المدينة، وكنت أنوي زيارته الآن. الآن؟ نعم، ولكنك لم تخبرني ماذا تفعل. قلت لك لا شيء، ألم تسمعني؟ لا شيء، لا شيء. تفضل، تفضل أيها الطبيب، إنه بالداخل، تفضل، تفضل. الحمد لله أنك أحضرت الطبيب يا حمدان. أحضرت الطبيب، وأحضرت من يريد رؤيتك أيضا. مرحبا، مرحبا، بخير الأبناء وأبرهم بأبي. بارك الله فيك يا أبي، بارك الله فيك. تعال يا ولدي، تعال أجلس. عفوا يا أبي. اجلس. لماذا أرسلت إلي يا أبي؟ وجدتها. من؟ العروس. ولكن يا أبي، سلني عن أبيها، عن أهلها. أتدري من تكون؟ من تكون؟ ابنة القاضي. سعيد، دعني أدافع عن نفسي. ما الذي تنوي قوله؟ وأي كلمات تلك التي ستدافع بها عن نفسك؟ سأقول إنني أخطأت، نعم أخطأت، خدعني شيطاني، أسلل إلي ذات غروب، وجعل قلبي كمودن الأشباح الباردة. قد خدعني شيطاني، صور إلي الأقدار جنة بربوة فوقها الدار. إنساني أن الموت آت لا ريب. مهلا مهلا، من علمك تلك الكلمات كي تشنف بها آذاننا وتنسينا فعلاتك وجريمتك؟ حمدان، أخفض صوتك، الولد قد نام لتوه. كيف تسول لك نفسك؟ كيف تسول لك نفسك أن تبيع الأرض دون مشورتنا؟ لقد اعترفت إنني أخطأت، نعم لقد خدعني شيطاني، زلزلني، قتل في الإيمان. أكنت تنوي الهروب إذن؟ لا يا حمدان. لما إذن تركت المدينة وخرجت مع قافلة الحجاج؟
ظننت أنني أستطيع أن أحج هذا العام بما معي من مال، أن الله سبحانه وتعالى سوف يتقبل توبتي وحجي، وسوف يبارك لي في تجارتي. تحج بمال مسروق؟ لا تنسى يا حمدان أن لي الجزء الأكبر في هذا المال. لقد نهبت حقنا. أنت ليس لك حق يا حمدان، صاحبة الحق ها هي ذي تقف أمامك. إنها زوجتي ومن حقي أن أدافع عن حقها. كفاك يا حمدان وأنت يا منصور، كفاكم جميعا، فهذه ليست بقاعتي للمحاكمة، وأنت لست القاضي ولا أنت. الرجل عاد ومعه ثمن الأرض، وسيعطي كل ذي حق حقه، فلا جدوى إذا من نقاش لا تولد من رحمه إلا البغضاء. ليلى محقة فيما قالت. لا، ليلى ليست محقة فيما قالت. ليلى لم تنتبه إلى شيء جد خطير. ما هو؟ منصور لم ينتصر، منصور هزم ببيعته. هزم؟ وضح مقصدك. ثمن الأرض يربو على 120,000 دينار. من أخبرك بهذا؟ أهل المدينة التي تقطن بها. هذا غير صحيح، العجلة هي التي دفعتك لبيع الأرض بأقل من ثمنها. نحن غير موافقين على البيع. ولكنني بعت الأرض وقبضت ثمنها، ونحن أصحابها وغير موافقين على البيع بهذا الثمن البخس. وما الذي أفعله كي أرضيكم؟ أعد المال لإسماعيل. إسماعيل؟ لا تتعجب، فلقد عرفنا كل شيء، ولقد أمر القاضي بالتحفظ على الأرض إلى حين انتهاء موسم الحج. أقمتم خصومة إذن بيني وبين أبي حامد. أه؟ كنا ندافع عن حقنا. إنكما تطلبان المستحيل، كيف ينبغي لي أن أسترد الأرض؟ ومن ذا الذي سوف يشتري ب120؟ هو ذات الرجل. كيف؟ في الصباح سأذهب إلى الرجل وأعود إليكم ب20,000 دينار، ولكن يجب عليك أن تعطيني تفويضا بذلك. وكذلك ليلى، لن أسمح لك بذلك، لقد جئت كي أصحح خطأ وقعت أنا فيه، جئت كي أنتصر على شيطاني، شيطاني الذي قادني من قرني كالكبش، أنساني أنني أسجد لله، أنني أردد في صلاتي سبحان ربي الأعلى. لا يا حمدان، لن أدعك تسلك هذا الطريق. أتمنع الخير عنا؟ جهلك بأمور البيع هو الذي دفعك لقبول شروط الرجل. الجهل والعجلة هما سبب بيعك للأرض بأقل من ثمنها. لقد انفض الأمر وبعت الأرض، فلا ينبغي لنا أن نحصد ما في جيوب الناس بمنجل الخديعة. الخديعة؟ الآن فقط تتحدث عن الخديعة؟ حمدان افعل ما تريد، وسوف أعطيك تفويضا مني لك بذلك. سأمنعك يا سعيد. اسمع يا شقيقة زوجتي. حمدان، ستقبل بما نجمع عليه رغما عن أنفك، وإلا تطور الأمر إلى ما لا يحمد عقباه. أفهمت يا منصور؟ لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك
يجب أن نخفض أصواتنا، نحن نلبي بعد الإحرام التلبية يرفع بها الرجل صوته، أما المرأة فتخفيها. لكنني سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج. نعم هذا صحيح، ولكن رفع الصوت للرجال فقط، ولك أن تلبي بصوت منخفض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر ومدر حتى تتقطع الأرض من ها هنا وها هنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ابنة القاضي؟ أجل. وهل حدثه أبي في الأمر؟ يقول إنه فعل ذلك، وإن القاضي لا يمانع زواجي من ابنته. القاضي رجل فاضل، وابنته ولا شك من بيت طيب، ولكن أمر زواجك منها لم يكن في الحسبان قط، فكيف تسير الأمور بهذه السرعة؟ لا أدري لماذا يتعجل أبي أمر زواجي. ماذا قلت؟ 20,000 دينار. سينتهي الخلاف القائم بيننا، وسوف أذهب معك إلى القاضي لأقر لك بالأرض. وسعيد، هذا تفويض منه لي. أخشى أن يؤجل القاضي النظر في الأمر حتى عودة رحلة الحج. يا رجل سينتهي الخلاف الذي بيننا، ولن تجد من يطالبك بشيء بعد ذلك. أتوثق هذا الكلام في صك جديد؟ ويوثق أمام القاضي إن أردت. We'll be right back.